اهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان حول العالم برحب بكم برحب بكل من يتابعنا اليوم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب آه بدايه حابب ارحب بالقصه الدكتور اشرف عزمي آه اهلا بك يا دكتور منورنا من النهارده ربنا يخليك منتظرين كلمه ربنا على لسانك أمين. ويفتح الرب قلنا النهارده وقلوبنا امين آه قبل ما نبدا حلقتنا احنا النهارده بنبدا اولى حلقتنا في دراسه لسفر التكوين، سفر البدايات يطلق البعض عليه سفر البدايات، هو فعلا بزار الكتاب المقدس، واهم سفر في الكتاب المقدس آه بدعو كل من يهتم بدراسه الكتاب انه يفتح ذهنه قوي وقلبه قوي ويتعلم معانا في اولى آه بدايات حلقات عن سفر التكوين، هنبدا النهارده بموضوع مهم جدا برضه هو أهم موضوعات الكتاب المقدس بل أهم موضوع بيشغل كل القلوب وكل من يعيش على الأرض مهما كان أينما وجد أينما اعتقد لكن بيدور هذا السؤال في ظل أحداث كثيرة جدا بتدور من حولنا بسببها بنطرح السؤال ده كتير أين هو الله؟ هل الله موجود؟ ده عنواننا النهاردة اللي هنبدأ بيه مع الدكتور أشرف عزمي وحابين النهارده نكون بندعوكم للتواصل معانا النهارده احنا حلقه مباشر ارقامنا هتنزل ليكم على الشاشه اتمنى من كل متابعينا التواصل معنا عبر الهاتف. أسيس أشرف أهلا بيك مرة أهلا تانية أهلا بيتر سؤال بيطرحه الكثيرين في أحداث كثيرة بتدور م. وأمور عديدة في حياة الفرد أو المجتمع أو م. العالم آه. هل الله موجود؟ دي حقيقة مهمة جدا يعني حقيقة وجود الله يعني عشان كده حلقة النهاردة هي هذا السؤال هل الله موجود؟ سؤال كبير وبالأخص في أيامنا دي مع ازدياد موجة الإلحاد في العالم العربي طبعا الإلحاد منتشر جدا في العالم الغربي وليه ناس اللي بتدافع عن وجود الله وعن الإيمان المسيحي لكن في عالمنا العربي احنا عندنا يعني الفترة اللي فاتت بدأت هذه الموجة تكتسح كثيرا ويمكن ما فيش عيلة في بلادنا ما فيها بيطرح هذا السؤال انه أكيد. الله موجود ولا مش موجود عشان كده في بداية دراستنا لسفر التكوين قلنا ان احنا حلو ان احنا نطرح هذا السؤال ونحاول بنعمة الرب ان احنا نجيب ونقدم بعض البراهين المرتبطه بحقيقه وجود الله خليني قبل ما ابدا بالكلام عن حقيقه وجود الله ناخذ صوره او فكره سريعه عن محتوى سفر التكوين انا عملت في بدايه عبر كتاب لما كنا بنعمل عبر كتاب نص ساعة زمان عملت مقدمات لكل أسفار الكتاب المقدس وفي حلقتين موجودين على اليوتيوب أو موجودين على صفحتنا قناة الحياة أو إسلام إكسبليند أو عن مقدمة لسفر التكوين وأعتقد حلقة أربعة وحلقة خمسة حلقة أربعة بالظبط وحلقة خمسة في بداية برنامج عبر الكتاب للي حابب يرجع لأكثر استفادة أكثر يستفيد أكثر ويتعلم أكثر في yeah. نفس الموضوع يعني في الحلقات دي اتكلمت عن مين الكاتب وزمن الكتابة وأهم الحقائق اللاهوتية وإزاي نقدر نفهم سفر التكوين وكلمت عن بعض النصوص الصعبة اللي موجودة في سفر التكوين فدي كلها أنا مش هرجع ليها تاني لكن إحنا هناخد سفر التكوين من وجهة نظر لاهوتية إيمانية نتكلم فيها عن الله وعن الإنسان وعن الخلاص عشان كده بنبدا النهارده نتكلم عن عن الله. اول آيه في في سفر التكوين في الكتاب المقدس بتقول في البدء خلق طلع الله السماوات والارض. وانا حابب بس ادي نظره عامه كده القي نظره عامه على سفر التكوين بمحتواه. يعني ايه محتوى سفر التكوين؟ او الله دي تقسيمه لسفر التكوين دي تقسيمه اه ممكن كله. تطلع على الشاشه اه, آه. آه. دي تقسيمه بسيطه جدا لسفر التكوين. الله في سفر التكوين اصحاح واحد واثنين بيكلموني عن الله الخالق الله الخالق لكن الله الخالق دون يعني في صفات اخرى كثيره جدا لكن اهم صفه بيظهرها سفر التكوين وفي اصحاح واحد واثنين بيقول ان الله خالق وبيقول لي كمان مش انه الله بس خالق لكن طبيعه الله أن واحد يعني دايما في قصص الاساطير اللي بتكلم عن خلق الكون دايما الخليقه جت نتاجة صراع الآلهه مع بعض يعني يعني الآلهه تصارعت فحصل آه انه كل واحد بيتحدى الثاني فحصل نوع من الصراع ما بين الآلهه فاوجدوا السماء يعني السماء هي جسد واحد من الآلهه آه مات ومدوه فاهم يعني البحار نفس الشيء الميه العذبه والميه الملحة انما سفر التكوين بيقول لي في البدء خلق الله هو واحد الله واحد والفعل خلق فعل يشير إلى الواحد استخدم للإشارة إلى الواحد فأصحاح واحد واثنين كلمني عن الله الواحد الخالق أصحاح ثلاثة إلى أصحاح ستة بكلمنا عن الله اللي بيدين الخطية لأنه أصحاح ثلاثة سقط الإنسان في الخطية آدم وحواء وإحنا نعمل حلقة كاملة عن موضوع تاريخية آدم وحواء نتكلم عن الموضوع ده ونتناوله بأكثر تفاصيل وهل سفر التكوين هو مجموعة من الأساطير الرمزية ولا هو فعلا حقائق تاريخية وبيبدأ كمان من أصحاح ثلاثة إلى أصحاح تسعة يكلمنا عن الله الذي يدين خلال الطوفان الله دان شر الإنسان وفي نفس الوقت الله جدد العهد أو أنه من خلال نوح بدأت الخليقة من جديد من خلال نوح وأبنائه الثلاثة من سفر من أصحاح 11 الى اصحاح 36 بيكلمني عن الله الذي يدعو دع ابراهيم اسحاق ويعقوب والله الذي اختار اختار الاباء وفي نفس الوقت الله الذي قطع عهدا مع ابراهيم وجدد عهد العهد مع اسحاق وجدده ايضا مع يعقوب والجزء الاخير من سفر التكوين اللي هو يمكن قصه يوسف معظمنا يعرفها وجزء مشهور قوي من اصحاح 37 إلى أصحاح 50، بيكلمنا عن الله الذي بيحافظ على شعبه وعلى عهده، بالرغم من وجود المجاعة وإنه كان ممكن دي تنهي على شعب الرب، لكن إزاي الله استبقى حياة من خلال قصة يوسف، و و و وشعب الرب من خلال أسرة يعقوب لما نزل مصر، وكانت خطة الله إنه عشان يبقوا أمة كبيرة ويرجعوا مرة تاني إلى أرض كنعان. فده ملخص بسيط عن الله في سفر التكوين. واضح جدا من التقسيمه اللي حضرتك بتقدمها لنا انه الله هو الاساس في كل مراحل سفر التكوين من الاصحاح الاول للاصحاح الاخير بالظبط وهو المدير والمتحكم في كل احداث السفر وده بدايه سفر العهد القديم بل الكتاب المقدس بالزبط. كله بالظبط فبداية لما نحب نبني ايماننا ونبني معرفتنا عن الله لازم نبدا من اول عدد في اول اصحاح صح في البدء في البدء خلق الله السماوات والارض م. م. يعني م. هو البدايه ده صح أمين. ده ده كل يعني عشان كده بيجي السؤال انه هل الله موجود؟ يعني سفر التكوين بيبدا لي باول بدايه بيقول ايه؟ في البدء خلق الله السماوات والارض ويجي دايما السؤال طب ليه ربنا بقى يعني آه مقدم لنا صفحتين ثلاثة أربعة خمسة؟ يقول لنا عن حقيقة وجوده، يعني يعني آه البعض يقول لك انه آه آه ليه ربنا ما خدش كام صفحة يقول لنا الأدلة على وجوده؟ ليه دخل على طول كده فينا ها؟ آه؟ في البدء خلق الله السماوات والأرض، لأنه ده حقيقة مسلمة حقيقة وجود الله لا تناقش، يعني يعني ممكن إنسان النهاردة المعاصر بيشك فيها، لكنه هي كحقيقة لا تناقش، والنهاردة أكثر من 90% من سكان العالم بيؤمنوا بوجود الله. م. قد يكون الله بالنسبة لهم في أشكال مختلفة، يعني الله في المسيحية أو الله في الإسلام أو الله في الكونفوشيوسية أو في البوذية أو يعني في 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 حتى اللي بيعبدوا أوثان هم عندهم الله أو أكثر من الله، ف 90% من من العالم بيؤمن إن الله موجود، م. كويس؟ آآ آآ إنما يمكن 10% بتنكر حقيقة وجود الله ودايما أقول السؤال طيب أوكي مين المفروض إن هو يقدم الأدلة اللي بيؤمن كويس اللي, 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 بيؤمن ولا اللي مش بيؤمن يعني لو أنتوا أقلية موجودة وبتنكروا وجود الله فبالأولى المفروض انه الذي ينكر وجود الله هو الذي يقدم ادله على انكاره لوجود الله. الله يعني يعني او زي ما اقول البينه على من ادعى من كويس فانت بتدعي ان الله مش موجود كويس انت بتدعي ان الله مش موجود اوكي ايه بقى الادله اللي عندك م. الادله العلميه الادله المنطقيه الادله الفلسفيه م. اللي موجوده عندك اللي على اساسها بتنكر انه ربنا فعلا مش موجود ممكن. ليه انا المطالب ال 90% انا آه. المطالب ان انا اثبت ان ربنا موجود ممكن يقول آه طب قدم لي انت براهينك ودلايلك على وجود الله لكي اغير فكرتي عنه واؤمن به وبوجوده. ده دي, دي, دي في ملعبنا. دي, دي, دي طبعا نقطه مهمه جدا وعشان كده على مدار التاريخ هقول التاريخ المسيحي يمكن و وتاريخ حتى الفلاسفه المسيحيين وجدت ادله كثيره وبراهين كثيره كانوا يقدمونها لكل من ينكر ان الله موجود, موجود. فخليني مثلا اتكلم عن دليل من هذه الادله تفضل أخذ الجزء اللي هو بدايه سفر التكوين العباره في بدايه سفر التكوين اللي هي بتقول في البدء خلق الله السماوات والارض بتقدم لي هذه العباره في حد ذاتها بتقدم لي ثلاث حقائق, حقائق مهمين جدا عن الله يعني لو لو تاملنا فيها هنجد انه هذه العباره بتقدم ثلاث حقائق مهمين عن عن شخص الله. اول حقيقه الله موجود قبل وجود الكون في البدء خلق. صح؟ يبقى هناك بدايه لايه؟ للخليقه. طيب الخالق وهو موجود قبل الخليقه لازم يكون موجود قبل الخليقه لانه لو مش موجود قبل الخليقه يبقى بالظبط في البدء خلق الله بالظبط يبقى هو اساسا موجود مخلوق مع خليقته لو هو مش موجود قبل الخليقه يعني المخترع موجود قبل الاختراع بالظبط هي دي الحقيقه اللي اخترع الساعه دي كان عايش قبلها كان عايش قبلها ودرس بالظبط وصممها آه. فالاول حقيقه بيقولها لي سفر التكوين لما يقول في البدء خلق الله السماوات والارض اول حقيقه بيقولها لي عن الله انه الله موجود قبل الخليقه ودي حقيقه ودي واضحة هنتكلم جدا. هنتكلم عنها لانه هناك حقيقه علميه انه الكون له بدايه فبس انا حبيت اخد الجزء الاول الاولاني ده الحقيقه الثانيه اللي بيقدمها العباره دي وهي واضحه جدا بتقدم ان الله قادر على الخلق ده اللي بيقولوا لي سفر التكوين الله قال فكان امر فصار يعني يعني لما ربنا قال ليكن نور فكان نور ليكن انه فصل الله ما بين المياه التي في جلد السماء والمياه التي على الارض فصل الله قال لتكن انوار في السماء كانت انوار في السماء في اللحظه نفسها كويس فالله الخالق قادر يعني هو موجود وجوده قبل الخليقه لكنه كمان هو اله ايه؟ اله قادر. قادر دي الحقيقه الثانيه اللي بقدمها لي سفر التكوين يعني الحقيقه الثالثه يبقى أزلي. الاله القدير ازلي وقدير قدير. الحقيقه الثالثه بقى اللي بيقولها لي سفر التكوين في العباره دي انه الله خلق الكون بنفس الطريقه اللي موجود عليها الكون النهارده بمعنى ايه بمعنى انه الله اوجد من البدايه النورين العظيمين لحكم المواسم والاشياء دي اللي هو الشمس والقمر من ساعه الخليقه لحد النهارده هل حصل فيهم تغيير لا ما زالوا موجودين الله في سفر التكوين قال أخلق الإنسان على صورتنا وعلى شبهنا فخلق خلقني وخلق خلق الإنسان هل الإنسان كان سمكة وبعدين تحول إلى بر مائيات وبعدين بر مائيات تحول مش عارف إلى إيه وبعدين تحول إلى شمبانزي وبعدين بعد ما تحول إلى شمبانزي كويس بدأ بقى, بقى إنسان يعني هل ولا, ولا من البداية ربنا خلقه إنسان سفر التكوين والجزء ده بيقول لي من البداية كل شيء كان على جنسه according to his kind يعني على نوعه فالنبات نوعه والاشجار نوعها والحيوانات نوعها والزواحف نوعها والدبابات نوعها والطيور على انواعها والانسان على نوعه كويس احنا احنا نعمل حلقه كامله عن نظريه التطور وهل نظريه التطور تتعارض مع الكتاب المقدس ولا لا تتعارض مع الكتاب المقدس يعني الحلقه اللي جايه الحلقه اللي جايه باذن يسوع عن هنعمل عن الموضوع ده وهنطرح التطور هل هل فعلا التطور من نوع لنوع هناك تطور في نفس النوع تطور لا يغير نوع الى نوع لكن تطور يناسب البيئه يعني يعني في في ممكن يحصل تغييرات في الانسان اللي عايش في المناطق الثلجيه غير الانسان اللي عايش في المناطق الاستوائيه. ادينا مثلاً ابو يعني هنتكلم عنه بال طيب. بال بالتفصيل المره الجايه لكنه عايز اقول انه انه لكنه ال الانسان انسان. م. الانسان اللي عايش في المكسيك هو نفسه الانسان اللي عايش في امريكا، هو نفسه اللي عايش في الاسكيمو. كويس هي نفس ال... نفس ال... نفس الانسان عدد ال... العظام هو واحد تركيبه الدم هي واحده الفانكشن بتاع المخ بتاعه هو واحد يعني انسان انسان كويس لكنه الله عشان كده الحقيقه الثالثة دي ان ربنا يوم ما خلق الكون خلق الكون بنفس الطريقه اللي موجود عليها الكون النهارده اه كويس بنفس الطريقه اللي موجود عليها الكون النهارده آه 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 وده دي دي الحقيقه الثالثة. اجي بقى للجزء اللي انت حضرتك سالته، هل الله موجود؟ وايه هي البراهين والادله على وجود الله؟ انا كان عندي بس ابونا يعني م. استفسارين ايوه أه قبل ما ندخل على النقطه اللي جايه أه كتير قوي من الناس بتسال واحنا صغيرين كان عندنا <applause> وما زلنا <applause> كان عندنا <applause> هو بصراحه ما زلت <applause> <applause> هو دايما كنا نسال الكبار واحنا صغيرين آه. وما زلنا نسال بس واضح انه في حاجات اجاباتها بسيطه او ممكن مم. تكون اجتهادات مم. فممكن نتعرض ليها يعني لو لا طبعا اكيد لو, لو تحب يا مين قبل الله احنا قلنا في البدء خلق الله مم. او الكتاب المقدس في, في سفر التكوين في اصحاح الاول في العدد الاول اوكي بيقول في البدء خلق الله السماوات والارض يعني مم. الله موجود قبل الخليقه يه. اللي هو خلقها مم. طب مين صنع الله؟ مين كويس. خلق الله؟ <applause> من أين أتى الله؟ آه. من أين وجد الله؟ وأين وجد الله؟ كويس. المنطقة دي أنا عارف إنها منطقة حساسة جداً آه. وكتير ناس يعني ما بتتجرأش تسأل م. الأسئلة دي م. بس إحنا عايزين نكون بنتطرق للأمور اللي... طبعاً وإحنا بنتكلم على الله إحنا بنتكلم على ما يفوق إدراكنا كبشر يعني إحنا عقولنا ما زالت محدوده احنا بنتعلم من الاشياء الملموسه المحسوسه المرئيه اه الله فوق ده كله الله الله لا يتعارض مع المنطق البشري لكنه يفوق الفكر البشري يعني زي ما حطها في مره اوغسطينوس وقال انه زي الطفل اللي هو بيعمل حفره على على الشط ومعاه جردل وعايزين ينقل المحيط يحطه جوه الحفره ف اذا حاولت ان انا ادرك كل طبيعه الله بفكري يبقى الله مش الله يبقى واحد زي زيك لاني مخلوق في بالزبط. يبقى يبقى صار الله يعني محدود زي وزيك وعشان كده النقطه المهمه جدا انه السؤال اللي انت سالته يا بيتر يعني عشان كمان لما يبقى عندك اطفال تقدر ان انت ترد على تعرف اجاوب تعرف <applause> تجاوب عليهم الحقيقه اللي بنبدا بيها دايما وهي كل من له بداية له مسبب أكيد يعني يعني دي دي قاعدة عامة كل من له, له بداية, بداية له مسبب له مسبب آه له كل من وجد له سبب لوجوده يعني إذا أنا وجدت الساعة دي في في واحد صنعها ما جاتش بالصدفة وما جاتش من لا شيء nothing create nothing يعني يعني لا شيء يخلق لا شيء لكنه الساعة دي لها بداية وممكن نرجع للساعه زمن اختراع الساعه امتى اخترعت ومين اللي اخترعها كويس الحاجه الثانيه الله بقى ليس له بدايه ادي النقطه وبالتالي ليس له مسبب في وجوده يعني هو موجود بذاته يعني كل ما له وجود كل ما له بدايه كل ما له بدايه له سبب لوجوده الله ليست له بدايه هو ازلي فبالتالي لم يوجد من اوجده هو موجود بذاته ومكتفي بذاته واضحه الفكره مش كده الكتاب لما اتكلمنا عن الله الله موجود بذاته موجود بذاته ازاي هو مكتفي بذاته هو لا يعتمد على اخر في وجوده هو موجود بذاته واجي للنقطه الاخيره الله اللي هو ازلي ليس له بدايه وموجود بذاته هو ايضا خارج الزمن الزمن ده مخلوق ليا وليك خارج المكان وخارج الماده الماده محتاجه مكان ومحتاجه زمن م. الله خلق ال 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 الماده والانسان والزمن والمكان اوجدهم ده احنا ده لينا احنا فالله عشان كده الله غير مادي هو غير مادي الله خارج نطاق الزمن وخارج نطاق المكان يعني 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 هو يملا كل الوجود لكنه الله خارج الزمن ما تقدرش تقول انه امبارح بالنسبه لله لا طب الله ما عندوش امبارح ولا النهارده ولا بكره طب السؤال بطريقه آه. بتتسال برضه بطريقه ثانيه نفس السؤال بيتسال بطريقه م. قبل ما يخلق اولى خلائقه كان بيعمل ايه؟ كويس في في اجابتين وكان في إيه؟ في اجابتين واحده فيهم شوية مضحكة وواحدة فيهم حقيقية آه. كويس السؤال ده اتسأله قبل كده الحلقة أغسطينوس الحلقة من الأطفال <applause> آه. السؤال ده اتسأله قبل كده أغسطينوس وأعتقد كمان اتسأله كالفن كالفن كويس فقالوا له أهو الله قبل ما يخلق كان بيعمل إيه؟ م. اليهود قالوا حاجة جميلة جدا اليهود قالوا إنه كلمة براشيت بالعبري في البدء بتبدأ بحرف البيت أو الحرف البي عن إيه كويس؟ آه. البيت يعني مفتوح من الشمال لكنه مقفول من اليمين عشان هما بيكتبوا من اليمين للشمال زينا <سي> اه فهو مقفول من اليمين ومفتوح من الشمال البيت عامل زي دايره بس مش كامله كويس فقالوا كل ما هو في اليمين قبل البدء ليس من مسؤوليتي عشان كده مقفول انما بعد البدء ربنا بدا يعلنه لي واضحه الفكره؟ ده 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 بالنسبه لليهود. اغسطينوس وكالفن قالوا ايه؟ اغسطينوس لما اتسال ربنا كان معاه اللي هي اللي بيكسر بيها الحطب. اه اه يعني آآ اللي بيروح يكسر بيه شجر ويكسر بيه الحطب. وعمال يجمع حطب يجمع حطب يجمع حطب. يجمع حطب. فاللي سال السؤال ده بيقول له ليه؟ ده مش عليك على فكره بس يعني انا بقول اللي اتقال سواء من اغسطينس او قال علشان يعمل نار كبيره يحط فيها كل اللي بيسال السؤال ده. <تصفيق> <تصفيق> خلاص ننقل النقطه اللي بعدها. <applause> لكن لكن الحقيقه الحقيقه الله بيعمل ايه؟ وهي دي بقى الفكره ال-- ال-- الاساسيه في طبيعه الله في جوهر الله. الله وحدانيته وحدانيه جامعه. هو بيمارس الحب قبل ان يخلق الطبيعه بين الاب والابن والروح القدس، الذات والكلمه والروح. كويس؟ هو مكتفي بذاته هو مش بيخلق حاجه علشان يعني يمارس فيها صفه من صفاته، لا هو اساسا مكتفي بذاته صفاته عاملة فيه قبل الكون يعني يعني شبعان, شبعان. إنما من أجل مسرته من أجل مسرته خلق الإنسان وخلق الكون كويس ف... ليس, ف... عن... ليس بسبب نقص عنده ليس بسبب نقص عنده أو احتياج عنده بالظبط يشبعه وإلا يعني فيه... وإلا إذا ضاع الكون ده يبقى ضاع يبقى ربنا مازال ناقص يعني في موجودين عشان نعبده <م> إحنا موجودين على الأرض علشان نسجد له. يعني الولاء وفكرة الملك الشرير القاسي والعبد الخائف دايما وبيعمل فرائض علشان يهاب ويتقي شره. الفكرة دي مسيطرة على كل الشرق الأوسط تقريبا. طبعا بكل دياناته. ده الفكر الإسلامي. اه كويس؟ إنما الفكر المسيحي إنه الله أنا موضوع محبته. أهو خلقني لأني موضوع محبته. حتى لما ضليت وبعدت عنه انا مازلت موضوع محبه الله وما زال الله زي ما قال الرب يسوع الاب او الراعي الصالح اللي بيترك الخراف ويذهب يفتش على الخروف الضال يعني يعني فحتى لو انت بعيد عزيز المشاهد عن الرب مازلت موضوع محبه الله هو يريد خلاصك ويريد ان انت ترجع أمين. اليه ويريد ان يكون لك علاقه مع أمين. امين ندخل على البراهين ندخل بقى على البراهين جاوبت على الـ جوبت. ولا انت مش تساله أنا تاني السؤال ده؟ بجد اول مره دلوقتي شخصيا اسمع اجابه اقتنع بيها فعلا وتكون اجابه قاطعه لسؤال بنساله بس اوعى تكون الاجابه اللي هي بتاعه الخشب تاني. والحطب <تصفيق> <تصفيق> لا ما اتمناش <applause> عندنا براهين يا البراهين عندنا براهين كتير جدا م. عن عن وجود الله هبدا بالبرهان طبعا في البرهان اللي بنسميه البرهان الكوني البرهان في البر... اه في البرهان الاخلاقي آه. في برهان آه. ال... السبب او الغايه آه. من الخليقه نقدر لكن... ناخدهم النهارده نقدر ناخد على قد ما نقدر النهارده من... من هذه البراهين هنبدا نتكلم عن البرهان الكوني البرهان الكوني اه اللي هو بنسميه كوزمولوجيكال ارجومنت يعني انا حاطط حتى على شاشه العنوان بتاعه اللي هو البرهان الكوني كلمه كوزمو يعني باليوناني الكون يونيفرس فهي اللي جايه من الخليقه من الـ من اليونيفرس طب لما نيجي للبرهان الكوني البرهان الكوني بيتلخص فيه نقطتين مهمين جدا واذا قدرنا نفهم هذه النقاط ده يوفر علينا يعني مجهود كبير قوي اول نقطه بيتكلم عنها هذا البرهان إن كل الموجودات لها موجد. يعني إذا 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 في حاجة موجودة لها موجد أو مسبب لوجودها. فالأشياء لا تظهر بالصدفة ولا توجد بدون سبب. يعني يعني أنا ساعة موجودة. كويس؟ تفتكر على مدار ملايين السنين مثلا العقارب اللي في الساعة دي كلها والكريستاله والارقام اللي موجوده و... 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 والاوستيك و... وبتقفل ازاي كل الحاجات دي يعني آآ آآ قعدت اكنك مثلا جبت فكتهم لو فكتهم كلهم وحطيتهم في جار كويس بلاص كده شويه او ازاز حطيتهم في جار فكتها كلها وقعدت ترج فيها ترج فيها يعني رج 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 بقى سنين طويله كويس تفتكر هل في جزئين هيرتبطوا ببعض يعني ب ب بالغرض اللي موجوده في الساعه هتفضل كل حاجه منفصلة عن نفسها تفضل كل حاجه منفصلة عن نفسها حتى لو قعدت حطيت كل القوه وكل الطاقه اللي عندك وكل الانرجي وجبت قطع مغناطيسيه يعني كلها عمرها ما هتبقى لازم ايه. واحد يجمعهم على بعض بالظبط عمرها ما هتبقى ساعه هتبقى اجزاء لكنها مش هتبقى ساعه فكل كل الموجودات كل الموجودات اللي موجودة م. كويس اللي ليها بدايات لها ايه لها مسبب لوجودها و... وانا اتكلم عن الكون اللي ليه بداية كويس فكل الاشياء اللي انت شايفها مش ممكن تظهر بالصدفة ولا توجد بدون سبب يعني حتى ايدك وعينك ورجلك كانسان هي مش مجرد اعضاء موجودة زيادة للتجميل حتى زي ما بيقول الرسول بولس حتى الاعضاء التي تبدو قبيحه يعني مش انها قبيحه في ذاتها لكن آآ آآ يعني مثلا كلنا نحب نقول الله عينه جميله لكن ما شفتش واحد بيقول الله كليته جميله <applause> يعني حتى لو مسك الكليه فيها دم ومش هيقول انه الله كليته جميله <applause> الله مع ان الكليه مهمه فكل جزء في جسم الانسان موجود لسبب وكل جزء في الكون موجود لسبب فكل م. الموجودات موجوده لسبب عشان كده بيقول كل الموجودات لها موجد او مسبب لوجودها موجودها. فالاشياء لا تظهر بالصدفه ولا توجد بدون ايه بدون سبب نيجي للجزء الثاني بقى وهو مهم الكون نفسه له بدايه الكون نفسه سواء سواء كنت مؤمن بوجود الله او غير مؤمن بوجود الله دي حقيقه النهارده علميه كويس الحقيقة العلمية دي بيأكدها العلم واتكلم عنها حتى العلماء المشهورين الملحدين أو اللي احنا ممكن نسميهم ميليتنت ايثيست يعني مش بس ملحدين لكنه عناف جدا يعني في 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 الحادهم الكون له بداية لوجوده وكل من له بداية له سبب ومسبب لوجوده كل من له بداية له سبب ومسبب لوجوده أجي بقى الحاجة تانية مثلا ده ستيفن هوكينج وده واحد من المشاهير قوي ويمكن حتى في بلادنا العربية الشباب بيحبوا يقتبسوا منه هو أستاذ في أكسفورد ومن يعني من الناس الملحدين قال إيه بقى قال إن الزمان والمكان أتوا إلى الوجود الزمان يعني ما كانش في زمان والمكان ها؟ اتوا الى الوجود نتيجه الانفجار الكوني العظيم هو بيؤمن بنظريه البيج بان كويس فحصل انفجار عظيم جدا فالزمان وجد والمكان وجد يعني الكون وجد طب قبل الانفجار العظيم ده كانوا ايه ما كانش موجود ف فال... ال... 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 دي دي الحقيقه يعني حقيقه بياكدها النهارده حتى العلماء عشان كده بنقول انه السبب او المسبب اللي اوجد الكون ليس مادي لانه الماده لم تكن موجوده كويس وهو منفصل عن الماده اللي اوجد الماده مش كده احنا كمؤمنين بنؤمن بحاجه اسمها الخلق من العدم كويس آه اكس نهلو انه الله خلق من العدم قال فكان دع الاشياء الغير موجوده وكانها موجوده كويس فلهذا ال المنفصل الله منفصل عن الماده ومنفصل عن الزمان والمكان وهو لا يتغير وبكل تاكيد قوي جدا انا لسه مش هقول الله خلينا اقول اوجد من اوجد يبقى <applause> اه حتى لو هي طاقه اوكي يبقى ذكيه جدا قادره جدا حكيمه جدا آه، موجوده قبل الـ الـ الخليقه وليست ماده كويس اي حاجه تاني اذن من هو اذن المسبب الاول للانفجار العظيم مين مين المسبب الاول هل الانفجار العظيم ده حصل فجاه او ان هناك سبب لهذا الانفجار العظيم ومسبب لبدايه الكون يعني يعني الكون اكسباندنج بيمتد النهارده وده طبعا حقيقه تم اثباتها من خلال تلسكوب هابل اللي حطوه يعني من أكتر من أربعين سنة وبيشوف إنه الكواكب والنجوم في مسافات بتبعد عن بعض. كمان الطاقة اللي موجودة في الكون بتقل فأنت يعني يعني كان ليها بداية وفي قلل قل ليها والكون بيمتد يعني حد شبهها زي ما تجيب بالونة كويس وتلزق فيها مثلا آه تلزق فيها آه آه اي اي قطعه آه آه مثلا اه تلزق فيها قطعه كم قطعه ورق كده عليها وهي قبل ما تنفخها وبعدين تنفخ البالونه أو ما تنفخ البالونه المسافات مم. ما بين القطعة الورق دي بتحصل ليه تبعد ده اللي بيحصل بالظبط للكون بس هناك بدايه النقطه الاساسيه ان هناك بدايه اوكي من الذي اذا كان له بدايه يبقى له موجد كل من له بدايه له موجد فاذا كان للكون بدايه فمن الذي اوجد الكون ما هو مش ممكن الكون يكون اوجد نفسه كويس فهناك سبب ومسبب لوجود الكون من هو بقى هذا عشان كده يعني يمكن النهارده في نظريه الانتليجنت ديزاين ديزاينر اللي هو يعني المصمم العظيم حاولوا انه اوكي الكون ده مش مجرد مش مجرد حاجة كده بتخبط في بعض لا ده 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 يعني دا هناك تصميم ذكي دقيق جدا موجود في الكون من الذي بهذه الذكاء ما لازم يكون ذكاؤه أكتر من الذكاء الموجود حتى اللي احنا بنحاول ندركه النهاردة من الذي بهذه الحكمة أوجد هذه الموجودات ده السؤال اللي دايما بيطرح نفسه احنا في العالم العربي أنا عارف أنه أغلبية الناس في العالم العربي حتى اللي هم تركوا الايمان سواء من خلفيه مسيحيه او خلفيه اسلاميه انا مش بسميهم هو هم حتى مش بيسموا نفسهم ملحدين يعني الملحد هو من ينكر وجود الله لكنه هم لا ديني. اغلبهم لا ديني لا دين. ادريين لا هو الله موجود بس انا مش عارفه يعني يعني هو موجود بس انهي بقى ومين هو انا انا مش عارف عنه كده بي بيقول لنا اللاهوتي أه آرسي سبرول. وده يمكن واحد برضه من المعروفين اللاهوتيين قال قدام حقيقه العباره في البدء خلق الله السماوات والارض هناك اربع افتراضات لنشاه الكون يعني يعني في هناك اربع افتراضات هفترضهم انا ان الكون بدا ايه هي بقى هذه الافتراض؟ اول افتراض او اول اختيار الكون عباره عن وهم، مفيش حاجه اسمها كون، مفيش حاجه اسمها يونيفرس، آه. كل وهم في وهم يا عمي حتى الحاجات دي كلها هي بس حته ارض احنا عايشين عليها يعني هو بيفترض هو بيفترض ده الافتراض الاولاني آه. ان البعض ينكر حتى انه هناك كون يعني الكون ده وهم اللوجن زي ما احنا عايشين فيه ده ايه؟ اه زي زي ما زي مثلا ما ما كتب آه 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 ريتشارد دوكنز انه انه جاد الوجن جاد وهم في الناس بقى بتقول ان الكون ده وهم نفسه كويس ده ده مجرد وهم طبعا دي قدام حاجات كتيره محدش بيؤمن بالفكره دي لانها لا تثبت الافتراض الثاني بقى اوكي اذا كان الكون مش وهم يبقى الكون ذاتي الخلق اوجد نفسه يعني خلق نفسه خلق بس. نفسه يعني هي مجرد اشياء كده وانفجار عظيم حصل وبعدين بعد بقى ملايين السنين ومئات السنين القطع اللي موجوده دي اللي كانت في بسبب الانفجار والطاقه والنار بدات تبرد فلما بردت عندي كونت الارض ولما بردت كونت القمر ولما برد مش عارف كون ايه وبدات الاشياء تتكون وكل الحاجات دي هي بالصدفه المسافات بالصدفه والاحجام بالصدفه وال وسرعه الدوران بالصدفه وكل الاشياء دي هل كلمه صدفه دي يا ابو اسيس كلمه علميه نبني عليها عقيده او نبني عليها حقيقه نقدر يعني ندخلها عقولنا بالظبط يعني هي دي دي الحقيقه <applause> أنا بلاحظ كلمة صدفة لانه كتير قوي متكرره لانه كلمه علم نفسه يعني حتى تعريف العلم نحاول نعرف العلم في الحلقه اللي جايه <applause> واحنا بنتكلم عن التطور العلم لابد أن يكون واقع تحت اختبارات يعني, يعني أنا عندي افتراض حصل هذا الافتراض أنا بفترض مثلا آآ آآ أنا, أنا تفاحة وقعت علي كويس سؤالي تفاحة دي وقعت ليه ليه ما طلعتش ليه ما طلعتش كويس فأنا عندي فلازم أخضعها للعلم أخضعها للتجربة كويس ومن خلال التجربة إذا ثبتت كويس الافتراض اللي عندي من بيخ... التجربة وشايفه بيحصل اقدر اقول عليه علم فهل هل هل في حاجه حصلت بالصدفه يعني 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 هل هل شفنا كون بيختلق بالصدفه يعني عشان اقول ان الكون وجد بالصدفه لا هي دي كلها افتراضات حتى نظريه التطور نتكلم عنها الاسبوع الجاي نظريه التطور مش مبنيه على حقائق علميه دي, دي 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 دي, مبنيه على افتراضات صارت عند الناس كانها حقائق علميه افتراضات يعني يعني مين شاف نوع بيتحول لنوع؟ يقول لك اه اصله ده حصل 4 مليار سنه، اوكي مين شافه؟ مين سجله؟ مم. لا لا ما حدش سجله، طب ازاي ازاي انت بتؤمن بيه؟ لا هو هو كده حقيقه، طب اقنعني لا 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 هي دي حقيقه كان في قرد وتحول الى انسان يعني يعني شمبانزي بقي خلية خلية واحدة انقسمت وصارت فيما بعد سمكة والسمكة برمائيات والبرمائيات مش عارف ايه وتحول الى ال وعلى فكرة في ناس مؤمنين بيقولوا انه انه يعني الله خلق بالشكل ده يعني يعني مش بس الملحدين هم المؤمنين اه في في ناس يعني بيؤمنوا بالتطور ومؤمنين ان ربنا هي اوجدها خليه وقدرته بقى انه ساب هذه الخليه للظروف والاحداث تتطور وده طبعا بيرجعنا الى سفر التكوين لانه اذا انت امنت بكده يبقى انت سفر التكوين بالنسبه لك عباره عن ايه؟ وهم هو دي النقطه. طب من اين اتوا بهذا الدليل؟ حاضر نتكلم عن الحلقه الجايه. <applause> فاجئتني لا انا هفاجئك بحاجات كثيره قوي. <applause> انا بفكر بس يعني فالفكره انه انه الكون عباره عن وهم دي نظريه موجوده خلاص آه. ما الكون ذات الوجود خلق نفسه بنفسه الارض دي اوجدت نفسها بنفسها كويس النظريه الثالثه طبعا الكون ازل الوجود مم. ازلي ما حدش خلقه موجود ازلي يعني طب ما انت بتقول الله ازلي الكون ازلي يبقى الكون اله يبقى الكون اله كويس يصير الكون اله اوجد نفسه وازل النظريه الرابعه بقى وهي دي اللي يعني اللي اللي بنتفق عليها او اتفق عليها الكثيرين الكون وجد من قبل شخص موجود بذاته يعني الكون وجد لان هناك من اوجده كويس من تسبب في وجوده مم. من قال فكان وامر فصار دي النقطه الاساسيه اللي بيكلم عنها الكتاب كويس فبالتالي الكون وجد ووجد بهذه الصوره لانه الله اوجده الله اوجده ودي اول حقيقه بيقولها لنا سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والارض, والأرض. وده تعبير شامل جامع سماوات والارض يعني اليونيفيرس مش بس الارض اللي احنا عايشين عليها والسحب اللي فينا ده تعبير في كتاب مقدس يشير الى كل الكون ككون فاول زي ما قلت لك انه البرهان الكوني مهم جدا لانه بيقول انه الارض آه آه خلق آه لها لها بدايه م. الارض لها بدايه كمان خليني اقول حاجه تاني هنا مرتبطه بالجزء ده انه ال البعض او النهارده حتى العلماء بيقولوا انه انه بيؤمنوا انه الكون له بدايه لانه في قانون بيسمى قانون ميكانيكي القانون الميكانيكي الحراري او الديناميكيه الحراريه الكون بتنفذ طاقته منه الطاقة الطاقة الصالحة للاستعمال وإذا كانت الطاقة بتنقص يبقى مش دي الحالة اللي وجد عليها فاهم يعني انت انت مثلا عندك كاس مليان مية بينقص يبقى الحالة اللي وجد عليها انه كان مليان كويس فالنقصان الطاقة اللي موجودة في الكون النهاردة انها بتقل ده معناه انه كان ليه في بداية غير كده يعني احنا حاليا الطاقة مش زي ما اتخلقت لا لا الطاقة اللي, ال ال الطاقة اللي موجودة في الكون انا بتكلم عن الطاقة اللي موجودة في اليونيفيرس Universe بتنقص فهذا يعني ان الكون لم يكن ازليا مش ازلي دي اجابة على دي اجابة طبعا. يعني يعني واحدة من الحاجات كمان خليني اقول لك بعض الحاجات الثانية ال 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 التنظيم اللي موجود في الكون م. يعني مفيش حد ممكن يدرس الكون إلا ويصطدم بالدقة والتنظيم والحسابات المعقدة جدا اللي ممكن فعلا الإنسان لا يستطيع أن يدركها بذهنه حسابات مسافات وأزمنة ودوران يعني هناك هناك تنظيم هقول لك من ضمن الحاجات مثلا حجم الارض اشمعنى حجم الارض بهذا الشكل ليه حجم الارض مثلا مش زي جوبيتر يعني او او المشترك المع... آه. يعني ليه ليه المشترك ليه ليه ليه, ليه حجمه مش كده ليه مم. مثلا حجم الارض يختلف عن حجم القمر آه. ليه حجم الارض مش زي حجم الشمس كويس وليه الارض الوحيده وليه الارض الوحيده فيها المعيشه بالظبط بالظبط لانه لانه لو جيت مثلا ادي ادي الارض تصور موجود للارض او صوره يعني ساتلايت موجوده للارض حجم الارض هو حجم نموذجي جدا حيث يشغل حجم الارض والجاذبيه المناظره لها الجاذبيه اللي موجوده في الارض وحجم الارض ووجود بيسمح بوجود غلاف جوي مناسب للحياه وللانسان وللنبات ولل وللحياه على الارض كل المخلوقات بالظبط عشان كده حجم الارض لو قل ما ينفعش ها للحياه لا يناسب الحياه ولو زاد ما ينفعش وما يناسبش الحياه يعني يعني الحجم نفسه بهذا الشكل هو الوحيد اللي بيسمح بال مع الجاذبيه ومع الغلاف الجوي انه يسمح بوجود حياه على هذه الارض وده بيقودنا لايه ده بيقودنا الى نقطه مهمه هو ليه الارض هي الـ الـ الكوكب الوحيد اللي لحد النهارده يعني وانا اؤمن انه ما فيش كواكب ثانيه بس انه لحد النهارده لم يوجد حياه على اي كوكب اخر لا يوجد حياه على اي كوكب اخر كل العلماء بيحاولوا انه يدوروا على حياه وبيقولوا انه ممكن يكون في حياه وممكن نشوف مش عارف لو في ميه مش عارف فين، ليه الارض هي الكوكب الوحيد اللي مؤهل للحياه سواء للنبات او الحيوان او الانسان. يعني, يعني كل هل ده جاء بالصدفه؟ ماشي. هل ده كل الاشياء دي جت بالصدفه ولا ما جاتش بالصدفه؟ حاجه ثانيه تمام خلينا اقول لو لو مثلا المسافه بين الارض والشمس المسافة ما بين الأرض والشمس مسافة محسوبة جدا يعني المسافة ما بين الأرض والشمس تسعة و... سوري 93 مليون ميل المسافة دي هي مع انه خلي بالك مع انه الارض بتلف بسرعة حوالين الشمس الارض بتلف بسرعة 67 الف ميل في الساعة يعني 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 انت عندك دوران سريع جدا ليه المسافه دي لو هي وجدت بالصدفه ليه الصدفه بعد شويه ما غيرتهاش وخلتها قريبه يعني ده 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 انت لو سايق كويس وبسرعه مثلا 70 ميل و100 كيلو ولا 120 كيلو ده انت ممكن حاجه تحصل بسيطه قوي تخلي العربيه تدخل اللين اللي جنبيك كويس فانت تخيل السرعة الرهيبة اللي بتلف بيها الارض وفي نفس الوقت هذه السرعة محافظة ايضا على المسافة عمرها ما تغيرت لا قلت ولا زادت فليه نفس المحور ليه, ليه الارض بتلف بنفس المحور وبتلف يعني من ساعة ما وجدت على نفس المحور اذا كانت الصدفة هي اللي اوجدتها طيب ما هو الصدفة دي مش عاقلة فبالتالي ممكن اشياء تانية تحصل تغيرها ليه ما تغيرتش ليه الارض ما تقربش شويه عن للشمس وليه ما تبعدش شويه عن الشمس لانها لو قربت للشمس بتتحرق ولو بعدت عن الشمس بتتجمد كويس عشان كده درجه الحراره في الارض ثابته درجة الحرارة في الأرض بتتراوح ما بين 22 تحت الصفر اللي هو يعني سلسس يعني المقاسات الشرقية بتاعتنا و خمسين خمسة وخمسين مئوية لو في الحر والماكسيمم <applause> <وـ وـ تصفيق> ليه ما توصلش 80 مثلا؟ ليه ما توصلش 90؟ الارض تولي كويس؟ ليه, ليه ليه محافظه على الدرجه دي؟ لانه دي للحياه يعني درجات الحراره دي مخصصه بس للحياه بدونها لا يوجد حياه. يعني يعني واضحه الفكره؟ فبالتالي هناك اكيد عقل مدبر ومنظم هو اللي اوجدها. اكيد. يعني لم توجد بالصدفه بهذا الشكل. ليه كمان المسافه ما بين المسافه ما بين الارض والقمر يعني يعني المسافه ما بين الارض والقمر تعتبر يعني ثلاثه و اه هي ألف ميل ليه ليه المسافه دي ثابته آه ما بتتغيرش لو اتغيرت المسافه دي الارض تغرق بالميه عارف المد والجزر يعني لما او لما يقول انه اول ما تغيب الشمس مثلا تبقى قاعد على البحر كده شمس والمسافه بينك وبين الميه حاطط مثلا مسافه خمسة متر بينك وبين الميه اول ما تغيب الشمس تلاقي الميه دي بتطلع لفين لبره لبره ليه بتطلع لبره؟ ده ده المسافه اللي بين شام الارض والقمر هي اللي بتتحكم في دي ومره ثانيه بتخش لجوه. العلماء بيقولوا لو لو الارض مسافتها قربت او المسافه دي اتغيرت ميه المحيط تطلع تغرق الارض. وكان الله حط فواصل للمحيطات وضعت له حدا فلا يتعداه. اوكي مين اللي وضع هذه الحدود؟ ليه الحدود دي ما تتغيرش؟ ليه ما تتغيرش؟ يعني اه غير انه ممكن يحصل سونامي سونامي عبارة عن زلزال حصل في قاع المحيط فبيخلي المية تتحرك بسرعة ده اكسبشن ده زلزال لكن انا بتكلم على الطبيعي الطبيعي ليه ما حصلش كده يعني هل المسافات دي المسافة ما بين الارض والشمس والقمر موجودة بالصدفة استحق. يعني 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 احنا احنا يعني آه يعني زي, زي ما واحد دخل لنيوتن آه ما كانش بيؤمن بي بي بوجود الله وانه كل الأشياء وجدت بالصدفة وكان هو بيشتغل في مجسم للمجموعة الشمسية بيعمل مجسم للمجموعة الشمسية آه فعمل الشمس والمحور اللي حواليها وحاطط الارض وحاطت ال... فدخل صاحبه ده في مرة عجبوا المجسم ده فبيقول له المجسم ده جميل جدا انت اللي عملته قال له لا قال له امال مين اللي عمله قال لأ انا فتحت المعمل لقيته جيب الصدفه فقال له لا لا مش ممكن ازاي يجي الصدفة ده اكيد انت اللي عملته وانت اللي حاسب المسافات ما بين دي ودي ودي قال له اذا كان المجسم دون انت مش قابل انه انه جيب الصدفه <applause> كويس؟ وده مجرد مجسم من 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 تصوري انا كانسان. فما بالك بالكون الفسيح اللي انت رافض ان انت تؤمن انه يوجد عقل مدبر حكيم صنعه. رائع. ازاي انت تقبل دي؟ فاحنا اوقات كتيره عشان كده الكتاب المقدس قال لنا عباره جميله جدا في مزمور 19. قال لك السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل, بعمل, بعمل يديه، يعني انه 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 الكون الجميل اللي حوالينا دون اذا فعلا الانسان فتح قلبه وادرك وفتح ذهنه وقعد يفكر في هذه الاشياء اللي موجوده حواليه مش حاجه موجوده بالصدفه ليه الشمس يعني ليه الارض بتدور 24 ساعه ليه هناك ليل ونهار ليه مثلا الشمس ما تتاخرش شويه او الارض تتاخر شويه بدورانها حوالين يعني تكسل مثلا يعني. تقلل السرعه شويه بدل ما تبقى 24 ساعه طب ما تخليها مثلا 48 ساعه يبقى عندك 24 ساعه شمس وعندك 24 ساعه ضلمه يعني <applause> يعني ليه من ساعه لما وجدت ماشي وهي بنفس ماشيه بالضبط. بنفس النظام يعني ليه هذه عشان كده الكتاب لما اتكلم وطبعا يعني الكتاب لما اتكلم عن الله وعن الخليقة قال لنا في 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 روميا واصحاح واحد وانا حابب ارجع للجزء ده لانه مهم قوي روميا اصحاح واحد انه الله لم يترك نفسه بلا شاهد يعني البعض يقول لك انا مش ممكن اؤمن بوجود الله غير لما ربنا ايه يظهر يظهر لي انا يعني يعني انا انا اربط بوجود الله انه انه لازم هو ياكد لي ان هو موجود يعني يعني آه وكانه مفيش وكانه مفيش ما فيش ادله حاجة بتقول ان هو موجود بالظبط عشان كده لما يجي لروميا واصحاح واحد يقول لنا ايه يقول اذ آه معرفه الله ظاهره معرفه الله ظاهره فيهم كويس لان الله اظهرها لهم ليه بقى لان اموره الغير المنظوره كويس ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات يعني انت انت مش شايف الله لانه يعني الله آآ آآ روح كويس لكن ومش ومش مش قادر تعرف تفهم طبيعته ومش قادر تفهم صفاته طب الله اظهرها في الامور المنظوره الله اعلنها في الامور المنظوره الامور المنظوره أعلنت قدرته السرمدية ولهوته يعني حينما أرى نجومك وكل ما يدور في الأفلاك أسمع صوت الرعد في غيومك وكلها قد صنعت يداك نفسي تغني يا سيدي ما أعظمك ما أعظمك فإذا كان الله لكن الفكرة بقى بتاعت الإنسان أنه عمل إيه لأنهم لما, لما عرفوا هم عرفوا الإنسان عرف لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وإذ لم قلبهم الغبي إنكار الله ليس مشكلة عقلية لأن العقل ليس ضد وجود الله إنكار الله مشكلة قلبية قلب الإنسان مش كده لما يقول الكتاب عن الإنسان اللي أنكر وجود الله ما يقولش قال في ذهنه لأنه الذهن إذا تركت للذهن هيدرك لكن قال الجاهل في قلبه فأمر إنكار حقيقة وجود الله مش مرتبط بالذهن لأنه الذهن لو خد الحسابات والمنطق والأدلة هيقتنع لكن هي أساسا من القلب يعني ممكن أبقى عقلي مدرك كل المصنوعات بتشهد وكل الخليقه بتقول ان في خالق خالق قوي قدير عنده قدره غير طبيعيه لانه ينظم كل هذه الحسابات المعقده اوكي بس انا بقلبي مش قادر اؤمن او اتجاوب معه هو شخصيا في حياتي شخصية مم. كالهي كابيضيه yeah. خاص بقى yeah. كعلاقه خاصه يعني يعني كيف يكون هذا يعني انه انه الانسان مؤمن بعقله وبقلبه مبتعد يعني انا عشت شويه في واشنطن ستيت في منطقه اسمها سياتل كويس والمنطقه دي مشهوره اكتر ب سمك السامن السلمون سمك السلمون الكبير ده كويس وبيجي موسم بتلاقي كل الناس بتاكل سمك سلمون لانه متوفر يعني صيده سهل جدا ومسكه سهل وكل حاجه بس ليه؟ لأن هو بيضع البيض في المنطقة دي، وبعدين تطلع سمكة صغيرة وتخش المحيط، وبعد آلاف الأميال تقضيها في المحيط، لازم ترجع للنقطة اللي اتولدت فيها وتموت لازم ترجع اللي جواه من الجي بي اس اللي جواها كويس لازم يرجعها للنقطه دي عشان كده يمكن بتشوف اوقات اه في بعض الفيديوهات في الاسكا وكده تلاقي مثلا الدب واقف والسمكه ماشيه عكس الميه ضد الطيار هي بتنط ضد الطيار هي لازم ترجع للنقطه دي فالطيار كده المفروض ياخدها كده هي بتنط عكس الطيار راضيت. بنلاقي سمك سامن اوقات بيعدي يعني يعدي ممكن قدام الناس هو 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 عايز يوصل للمجرى دون هو عايز يعدي الحته دي هو عايز يوصل للنقطه اللي جه منها هناك هنا هنا دي اوكي مين اللي حط فيه الجي بي اس ده مين لما تلاقي الطيور المهاجره بتقطع الاف الاميال وقت الشتاء القارس في كندا وتيجي مثلا الى إلى, الى 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 امريكا الـ 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 الشماليه هنا، الجنوبيه هنا. <سؤال> طيب، وترجع تاني لنفس المكان، مين اللي حط فيها الاشياء دي؟ كل الامور دي اللي حوالينا عشان كده خليني اقول حاجه جميله جدا اختم بيها آآ آآ كلامنا. آآ <تكلم> قال ايه بقى خليني ارجع بس للجزء ده و اه واحد اسمه ريتشارد فينمان وده حاصل على جائزه نوبل في حاجه بيسموها كوانتم الكترو ميكانيك ف ده حاصل على ده عالم فيزياء وحاصل على جائزه نوبل قال عباره جميله جدا قال ايه بقى؟ حطيتها على الشاشه قال طبيعه الكون والحسابات المعقده طبيعة الكون نفسها، الحسابات المعقدة تعتبر سر. ميستري. كويس؟ في الحقيقة مجرد وجود قوانين طبيعية بهذا الشكل يعتبر نوع من المعجزة. يعني وجود القوانين الطبيعية، الشمس بت... الأرض بتلف بسرعة قد إيه؟ المسافة بينها وبين القمر قد إيه؟ المسافة بينها وبين الشمس قد إيه؟ القانون الجاذبية بيشتغل ولا مشتغلش وبيشتغل بانتظام ومشتغل بيشتغلش يعني كل الحاجات القوانين اللي موجودة الفيزيكس اللي بتحكم الكون مش مجرد سر ده قال ده معجزة انها توجد طب هذه المعجزة التي وجدت ما هو لابد ان يكون هناك من اوجدها وده يعني طبعا احنا اتكلمنا عن جزء واحد النهارده اللي هو الـ الـ الدليل الكوني يعني الدليل الكوني لكن طبعا في الدليل الاخلاقي انه الانسان بيقدر يميز ما بين الخير والشر حتى الانسان الملحد عنده ما هو خير وما هو شر طب جاب المقاييس دي كلها منين؟ اكيد هناك خالق صنع هذه الاشياء. اه انا عارف ان الموضوع احنا عندنا تكمله اكيد ليه وحابب اقول لكل مشاهدينا الاحباء انه احنا النهارده البدايه في في دراسه صفر التكوين وبالتحديد عن شخصيه الله او اسئله كثيره بتدور عن وجود الله وهل الله موجود كما النهارده سمعنا بالدليل الكوني فقط وهنكون بنكمل في الاوقات اللي جايه حابب اشكر كل من تابعنا اليوم حابب اشجع كل اللي بيبحث انه يكمل بحث عشان يوصل للحقيقه وهي اهم حقيقه في الحياه هي اني اكون معترف بوجود الله بشكرك اسيس اشرف كتير ومنتظرينك المره الجايه بنعمه ربنا اترككم في رعايه ربنا يسوع المسيح والقاكم في حلقه قادمه من برنامجكم عبر الكتاب امين